احنا بنتكلم في ضخ قد ايه سيادة الوزير؟ يعني اولا احنا بنضخ او بنصدر قد ايه للاردن، وهل نتوقع ان احنا نزيد التصدير للاردن في هذه الحالة، وكم سيصل من الغاز المصري للبنان اذا ما تم كل شيء على ما يرام؟ احنا بالنسبة لنا يعني اللي بنضخه حاليا بيتراوح كمياته من 35 ل 70 مليون قدم مكعب في اليوم للاردن، والمطلوب مننا بالنسبه للبنان في حدود 60 مليون قدم مكعب في اليوم، رغم ان هو يمكن قبل الانقطاع يعني في 2009 2010 ما كانتش بتزيد الكميات عن 30 مليون قدم مكعب في اليوم، الا انه المطلوب يعني وفقا للكلام اللي تم في الاجتماعات دي انهم عايزين 60 مليون قدم. ده معناه ان زي ما حضرتك بتقولي احنا بنزود هذه الكميات في الخط اللي بيعبر الاردن، وبيبقى كانها بضاعه امانه بتوصل من خلال الاردن بتعبر بعد كده على الحدود على سوريا ثم لبنان. وده بالحقيقه بتبقى عشان كده بتدخل اطراف زي ما بنقول ودول وشركات في النص، لان هو دي بتبقى اتفاقات النقل واتفاقات الشحن ورسوم العبور وغيره يعني. هل ودي جمال التعاون الاقليمي ما بين الدول والاشقاء وده كان المقصود المقصود اولا، يعني ده كان من 2003 وصلنا ل 2009 وكان هو ده القصه.